ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عباس؟ يا باشا انا بقول الحقيقه. طب ومين اللي كسر الفرح كده؟ يا باشا اصل لما سكنت الكهرباء، قصدي لما الكهرباء قطعت، الناس جرت وقعت على بعضيها، وانا حبايبي كتير الف مني جامل. اللي بقول ده بتاع ربنا. واللي في وشك انت وعيالك ده قبول برضو؟ لا يا باشا انا كنت برقص انا والعروسه لما الكهرباء قطعت، فانا وقعت على وشي، وبعدين العروسه وقعت، وبعدين العيال دول وقعوا لما جروا في يعني كلنا اتعورنا يا باشا. انت كده بتضيع حقك يا عباس، ده انت كمان مخازنك اتحرقت. ايه مش فارقه معاك يا باشا؟ اسمه ونصيب، هنعمل ايه؟ الحمد لله ان احنا مأمنين البضاعه اللي في المخازن. البضاعه دي عباره عن ايه بالظبط؟ فيها خورده وبلاستيك وصفيح. انا اليومين دول شغال في اعاده التدوير. انا لو عرفت ان الكلام اللي انت قلته ده اتغير حرف واحد هيكون حسابك معايا عسير. هسيبك انا بقى تروح لعروستك يا عريس. مبروك. الله يبارك فيك يا محمد بيه. يعني الواد عبد الله علم علينا كلنا وخلع. ما انا مش مخلف رجاله، انا مخلف ولايه. ولايه ايه؟ ده غاليه كانت بتقف في ظهر ابوها زي الاسد. يابا ملوش لازمه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده. عليا الحياه تاخدنا على اخوانا. ما هو مفيش راجل بيضرب في الضلمه وبيجري. كل اللي حصل ده بسببك. سببي؟ انت بتهرتل بتقول ايه يالا؟ اللي سمعت قرصت على عبد الله بزياده، وطلعته من مراته واتجوزتها وخدت ابنه، وكل شويه تقول لنا عبد الله خلاص خلص بيفرفر بيطلع في الروح. اهو راقد لنا وغفلنا كلنا. هو عبد الله ده يا ابني ليه لازمه؟ ولا حد كان يقف معاه؟ وهو دخل علينا دخله افلام بالرجاله والسلاح، ولا دخله شاروخان. خلي في علمك الرجاله اللي كانوا مع عبد الله دول غرب عننا، وعيال مصروف عليها حقنا هرموه. ده العيل فيهم قام باربع رجاله من عندنا. يعني في الاخر طلعت انا اللي غلطان. انتوا عارفين ان المجلس اللي اتحلق ده رحنا فيه، وعشان نعمل واحد زيه قدامنا ثلاث اربع سنين نحاول. ده غير بقى هبتنا اللي اتمرمطت في الارض. انا مش عايز النمره دي تحصل تاني. انا عايز الناس تخاف مننا بزياده. الناس لو حسوا اننا اتهزينا هيدوسوا على رقبتنا بالجاز. طب على الحلال لو ما جيت معانا دغري ما هنحل. انجز يا بدر عشان هتشوف بهدله مش هتقدر عليها. لا لا يا علام لحد هنا وتقف. اسمه عم بدر. شوف يا بدر اخويا، انا ممكن اصدق انك ما كنتش تعرف ان الواد ده بيخطط. ايوه بس لازم تخلينا اصدقها. حاضر. قول لي مثلا. نعم. الرجاله اللي جابهم عملوا العوا ده جابهم منين؟ ما انا ما لا هو لا ما بقى ما هتبع ما لي بلاش دي. الواد ده بعد ما عمل عملته في الفرح راح على فين؟ أبا والله ما ده انت مش عايز تيجي معايا دغري بقى. ليه بقى؟ تعالى معايا سكه. أنا ممكن أسايب عليك الرجالة دي ياكلوك، أنا هعيشهم عنك. والله العظيم يا معلم عباس، أنا ما أعرف هو مين ولا راح فين. وبعدين أنا فوجئت بيه كمان في الفرح. والله لقيته كده في الفرح. وبعدين النور لما اتقطع الناس كلها خافت وطلعت تجري، وبعدين سمعنا ضرب نار والناس بتجري، ضرب نار والناس تجري، الناس تجري وضرب نار، نار والناس تجري كلها. طبعا. ماشي يا بدر. الراجل ده يقعد اسبوع ما يركبش عربيته عشان مصدقك بس. الاسبوع ده قرص ود. بس بشرط. الواد ده لما يجي لك تسلمه لي تسليم اهالي. فاهم؟ حاضر معايا. المرة الجاية هقطع لك ودنك. ماشي حاضر. قال ضرب نار والناس بتجري، ضرب نار والناس بتجري. هاكلها بمزاجي.